السلام عليكم لا فامي، كيف راكم؟ مزيان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اسامه بوخ الموتيفاسيون شخصيا. اليوم معايا واحد البطل اللي غيموتيفينا حتى هو، معنا ادم ديموتا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيداير اخوتي؟ لاباس. هو هذا الكبير هذا والله العظيم بزاف ديال الناس كيعرفوه، الناس اللي ما كيعرفوش راه ادم غني عن التعريف. اليوم غادي بريزونتي لنا راسو ويعرفكم على الكارير ديالو. تعرفوا عني ان شاء الله كيدير واحد الحاجه ديفيرون. شنو هي؟ تبارك الله كيتريني وكيشارك وعنده كارت برو، كيغني الراب، يعني شي حاجه اللي طوب. المهم اليوم غادي يعرفنا على راسو مزيان. كنتقاتلو باش الله يسهل علينا في الطريق اللي جاتنا مزيان. تقاتل بغيتي توصل، تقاتل بغيتي توصل ضروري ضروري تقاتل. المهم تبعوا معنا حتى الاخر، الفلوغ غيدوز ناضي لا فامي. المهم حنا دابا جينا ناخذ البري ورك اوت ديالنا باش غنمشيو ندوزو شي حصه بلا ما نهضرو ياك. انتوما تعيشوا معنا كل شيء. اليوم حضر معنا البطل اللي غنقولوا له بعدا مبروك الكارت برو. مرحبا الوالدين، يشرف بينا. وهذا الشيء بس زوين هو انه ود مدينتي وكبر بينا، يعني هز الدرابو ديال المغرب. اذا اليوم غيعاود لنا على ليستوار ديالو في الكومبيتيسيون في الكومبيتيسيون. المهم نعطيك الكلمه. واخوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعاود لكم، انا بديت في هذا الشيء ديال الرياضه حيت كنشوف راسي غليظ في المرايه، وكنشوف يوميا راسي غليظ، وكنشوف بنادم ناشط وفرحان في لابلاج، كنقول علاش هو فرحان وانا كنحشم نحيد التيشيرت في لابلاج. وقلت اجي انا نتريني ونشوف حتى الى نيفو غنوصل. دابا جاي بتسليم الحمد لله كنتريني. قبل في صغري كنت كندير البوكس، مع 22 عام حبست موراها، ما بقيت كندير والو ولا ديت مع الكورونا وهادشي، بقيت غير كناكل. وخوتي اش غنقول لكم، صعيبه الخدمه ولا كيما. بغيت نسولك على واحد القضيه. دابا انت من صغر كنت صغير، من كنت صغير يعني درتي الكونطاب ياك شي دو كنت عاوتاني درتي الام ام اي. ام ام اي كان ياك مازال كنت. باش تعرفوا واحد القضيه عاوتاني، هو انه تبارك الله 3 سنين عشني باش تريني 3 سنين الهارد وورك، في الاخر طلع وتربح كومبيتيسيون اللي مشاركين معك ابطال ديال بصح ماشي في المغرب، يعني فلورو، وتربح الجنت الاول. يعني شنو الاحساس ديالك؟ ما سهلاش. ما سهله والو خويا، ما نكذبش عليك، ما سهله والو. انا ملي قالوا لي ربحت سولته مع قال الكنيه ديالي ما قالهاش مزيان. سولت قلت ها، قلت لهم واش انا؟ قالوا لي انت. وانا نقول الحمد لله. هي هذاك الفيديو. المهم نخلي لكم الفيديو. Y el vencedor y campeón y merecedor de esta nueva tarjeta IFBB Pro es... اشكرت الله ومشيت قلت بسم الله ومشيت. مزحه مانيش غنديها. علاش؟ كان داز رمضان، داز رمضان، داز واحد المشاكل ما نعاودش ليك، وراسي ما كانش هو هذاك، وما كنتش حسيت براسي خدمت 100%. واخا عييت ما تقاتل، نعس انت عارف ما كتشوفوش، الجوع كتريني عيان وكتعاود تريني يوميا، كارديو الصباح، كارديو الصباح في العشيه كتريني، وما فيك ما تريني وخاصك تريني، ماكله قليله، ماكله قليله، صحه ما عندك، الشمس كتضرب،
وتبارك الله يعني طلع شارك وسط هذا ستريس كامل وربح يعني ومن ربح حس بواحد الاحساس يعني هو اللي عارف جاتني البكيه والاول اللي فكرت في الوالدين حيت الوالدين كانوا كي الوالدين ماشي خايف كانوا كيطلبوا معايا بغيت عيط عليهم ونقول لهم الواليد راه ربحت عيطت على الواليده بدات كتبكي الحمد لله عيطت على الواليد بقى كيبكي قال لي عرفتك وفرحت ونشط وعجبني الحال وزعما كاين شي اكسبيريونس لا صراحه تبارك الله اللي هو انا اللي شفته باس بالطوب باش نكون واضحين وباقي ان شاء الله غيشرف بينا ياك ان شاء الله تبارك الله اقسم بالله هذا ماشي عند الفيديو اقسم بالله شفته قلت تبارك الله هذاك شيء الله يكبر بيك والله الا شرف لي نسمع الكلام والله لا بصح انا كنقول غالب بصح ماشي راهو ماشي واحد يكون بروفيسيونال يعني واحد احسن لا راه كاين اللي ماشي بروفيسيونال او احسن من البروفيسيونال وكاين اللي ما كيشاركش احسن من اللي كيشارك راه هادشي ما فيه حتى شي شوف بحال شوف بطال وتواضع كتلقى واحد عنده فورم ديال التيشيرت زعزعتي ليا الكاميرا زعزعتي ليا الكاميرا سوبرمان سوبرمان مع بطمان لا صراحة بنادم من يكون كيتريني كيتريني باش يحس براسو مزيان ماشي باش يبقى يتكبر على الناس ولا يبقى يبان على الناس راه هذا راه سبور ما بقاش باش تبان على الناس بقا تحس براسك مزيان وتوصل لهذيك البلاصه اللي خاصك توصل وتتقاتل ولا بغيتي توصل تبارك الله كما قلت لكم بطل وفي نفس الوقت كيدير راب وكيرابي مزيان يعني هو في اسبانيا معروف ناس ديال اسبانيا اللي كابرين تما كيعرفوا مزيان يعني معروف ديال بصح تبارك الله وسط هادشي كامل تصور تكسر لا لا والله الا كان هضر معاك كل ساعه كيطلبوا له تصاور كل ساعه ما خلوني حتى نتشرف عليا والله الا شرف ليا بالله صراحة نقول لكم صراحه انا كتبت له في انستغرام دوزوا التصويره ديالو قالوا له انت هذا قريطي شفته قلت اللهم بارك عجبتني الفورمه ديالو كتبت قلت له خويا اللهم بارك قلتي طوب وهضرت معاه ومسكين قال لي هو انا غنكون في قهوه لا بغيتي تجي جيت لعندو غي عتعرف عليا كبر بيا طلع لي الدراري ديالو باش يطلع بيا كنعرف الناس بعداك ميطلعو الصوره معاك باش ميشوفوكش صحابو باش ميطلعش بيك يعني بغيت نقول لك كاين شي انسان ربي كيديرهم لك في الطريق باش بعضياتكم تطلعوا ديروا شي حاجه مزيانه طوب وكل حاجه كتوصل في الوقت لا ما تسعر عليها اللي مكتب راه مكتب شوف الخوش دابا شوف راه ادم يعني العربيه ديالو ماشي يعني بحالنا ولكن راه طالع في الدروج لا والله ومعكبه تبارك الله ما واكلاش تكويك ولكن كيوصل لك ميساجات سمع اش قال لك كتفهموني بعد هادشي والله الا كيفهموا دابا واخا العربيه ديالي عوجاو شوف مع كورونا اي واحد كيكون في شكل قلبو بيض نموت معاه والله العظيم يعني في اي حال في هادشي كما كتعرفوا الريزو انا ملي كتبت له قلت غنشوفو خويا كي داير ملي كتبت له السكر اجي مرحبا بك الوالد ديالو حتى هو بحالو سبحان الله تبارك الله ولاد الناس ظرافات الاداب سبحان الله الريزو كيخربق بنادم تشوفو في الريزو تقول هذا واحد الشعبان شارع عياقه وفي الاخر والو غا كتغلط راه دابا هذا هو الغلط دابا شحال من واحد تيحكم عليك غير من الشكل ديالك كيقول عندو فورما هادي غيكون متكبر لا ما عمرك تحكم على شي واحد حتى تعرف عليه جامد ما تسمعش هذا قال لك هذا خايب صافي راه خايب لا كتعرف على داك الانسان يقدر يكون خايب مع داك السنين ولكن معاك انت حاجه اخرى خاصك تعرف لاخر شنو دار بلا ما كيشكي على اللي داروا ليه ما كيقولش شنو دار هادي واحد انتي كاين فلان دار ليا وانت شنو درتي الله يشوفنا تبارك الله اليوم غنخدم معاه في كونفور ديالو الظهر تبارك الله اللي هو واعر تخيلوا معايا في الكومبيتيسيون ان فوا كيدور كيجبد عليهم جنان حنا دار في الريد بول كنبغي نطير تبارك الله المهم الخوت نتلاقاو في لاصال دابا خدينا القهوة ديالنا نتلاقاو في لاصال حصة غنسب لهم موتيفاسيون تحت الشعار تقاتل بغيتي تحصل لافامي المهم دابا غنمشيو نترينيو مع البطل ديالنا حصة ديال الظهر غنخدمو غير الظهر ياك هارو ماشي على البركة انا كاشفين الوسط حيت انا تنسى عريت تبارك الله خدموا الوسط
صافي اليوم غنشوف معاك نخلطهم شويه ولكن الوسط هو اللي غنعطيوه صافي تبعوا معنا السب ان شاء الله تحياتي احنا دابا في لاطال اليوم غندوزو شي حصه طوب ديال بصح ان شاء الله ونتبعو معنا ما غنديروش الموسيقى باش يعيشوا معنا الجو كامل صافي كيفاش غادي تمسجيني صافي يلاه سير ان شاء الله بسم الله بسم الله فوالا ان مبدا 2 3 فوالا 4 Voilà. 5 6 Voilà. 7 8 Voilà. ود الماكينه تاعو من هذوك القدام القاصحي البلاندي من هذوك القدام اللي تقال ماشي من هذوك الجداد دابا ما شاء الله كل شيء مبراسي صح كل شيء مخلوق تبارك الله ها هو دابا غيحيد اللهم بارك بلاتي شوية بلاتي بلاتي شا تزيد طلع بوم بلاتي بصح بلاتي فوالا ان اللهم بارك دو فوالا خوة مزيان 4 فوالا 5 6 فوالا 7 حدا ايوي ايوا ما نعاش مزيان طقطق بزاف تبارك الله شوف ما شاء الله زيد ما شاء الله Voilà, 1, on va aller. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. خليه بوحدو باش انت نشدك طول الخبر مازال 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 باقي باقي صافي دابا حتى ليكزيرسيس الثاني ولا الثالث تبارك الله دابا جيريمي بوين ديال المغرب دابا شنو نخدمو هكا بالعكس صافي
تبارك الله تبارك الله سهل فور كار فور سهل سيس فور سيت ويت اللهم بارك دابا انا مثلا كاين عندي شي بلايص كبار على الاخر لكن هاد البلايص اللي عطيتهم شي واحد اخر غيبان كبير غيبان ناضي فهمتي خاصك تبان حدا واحد اخر حداك حيت انت شتي راسك في المرايه ما عمرك ما يعجب ما يعجبك راسك ديما غتبغي تزيد ديما غتنقص ديما غتبغي فهمتي واه بيرفكت تكنيك بيرفكت ما شاء الله تكنيك بيرفكت شو تبغى تقول كيلو دجاج كيلو الحمد لله يا سعيد دخل هنا الحمد يا سعيد تبارك الله تبارك الله تبارك الله مو باين كل شيء حالك والله تبارك الله والله العظيم لا والله اقسم بالله انا قلت لك زوميل ولا اوقف جيريمي بوينديا اللهم بارك ميدي موروكو اللهم بارك
فوالا سكويز مزيان تبارك الله معلم مبارك اللهم بارك فين ابا بوزي 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 فين كنت جيت هنا انا هنا على حسب الضوء فوالا كمان أصلاً قلت لي بحال تبارك الله.